كمان من القضايا اللي حاملينها برنامج انت حر من فضايح دولتنا اللبنانية قضية قانون السير الجديد، هالقانون اللي خبرناكم من شهرين قديش حكومتنا مستعدة تخالف الدستور وقتها، وقتها وقفت العمل بهيدا القانون من بعد ما مضى عليه كل النواب وصار نافذ. اليوم رودز فور لايف واليازا تقدموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة والمفروض أنه يطلع قرار هالجمعة. خلينا نشوف التقرير. شايفوا عن نظام مش عم يمشي غير له النظام. القرار الوزاري ما بيلغي قانون وما بيستأخر قانون وما بيأجل تنفيذ قانون. القانون اللي بيصدر عن مجلس النواب عن السلطة التشريعية ما بيوقف العمل فيه إلا قانون. نحن مش ضد تعديل قانون السير، لكن بحسب الأصول البرلمانية المعمول فيها. وإذا هيك بده يصير يعني يمكن لازم نلغي مجلس النواب لأنه وخلي الحكومة هي تكتب قوانين وتلغي قوانين. ما بيجوز الدولة تخضع لابتزاز المتضررين أو اللي بيسموا حالهم متضررين من قانون السير الجديد، لأنه مصالحهم المتضررة بس. عم نحكي بالتحديد على اللي بيستوردوا سيارات مكسرة، مش عم نحكي كل السيارات، في جزء من السيارات بتجي للبنان بدون مواصفات أنها تمشي على الطرقات، وهيدي اللي بيستوردها بيعمل أرباح كبيرة، أو اللي بيستورد دراجات غير صالحة. عملوا لوبي وضغطوا على المسؤولين. وخلينا نتذكر كيف توفى الله يرحمه نايب علي الخليل مع مرته على طريق جنوب، فسخت سيارته اثنين. هيدا بيكون شو؟ هل استئخار سبب ازدياد بعدد القتلى، سبب دخول مزيد من السيارات الغير صالحة، سبب إعادة الفوضى الموجودة بإجازات السوق وعدم مراعاتها للمعايير الدولية. قانون السير الجديد بيردع العالم تتخطى القوانين. السبب الأول للموت هو السرعة. إذا منعلي الغرامة بتصفي المواطن بيضرب 100 حساب قبل ما يسرع. وإذا في حاجة لتعديل قانون السير خلينا نعدله بحسب الأصول التشريعية. نحن مش ضد تعديله. ما له حق لا رئيس مجلس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا حدا يوقف العمل بقانون ساري المفعول. إذا الدولة ما بدها تحترم القوانين، كيف بدنا نطلب من الشعب هو من المواطن يطبق القانون؟ كمان السلطة التنفيذية ما لها خصة تقوله لمجلس النواب أنا بدي وقف وامنع إدارات الدولة تطبق القانون. ما حدا لح يفهم إلا اللي مثله حدا، أوكي؟ وما لازم الحياة تكون قصة حظ بلبنان. إذا حظك حلو بتعيش، وإذا حظك بشع بتموت. هيدا لبنان، هيدا اللي صار اسمه لبنان. زينة عاصم قالت يمكن صار لازم نلغي مجلس النواب والدولة خضعت لابتزاز مصالح المتضررين، هن يلي عملوا ابتزاز للدولة ضررت مصالحهم من قانون السير الجديد، وقديش تأخير قانون السير الجديد عم بيخسرنا ناس منحبها وعم بيخلينا نضلنا نسوق مثل الخوت ومثل المجانين ونضلنا نخالف قوانين السير. وعن جد يلي قاعد ببيته وعم يحضر وما خسر حدا من ورا الفلتين على الطرقات عنا بلبنان، وقانون السير التعبان يلي مش عم بيعدلوه حتى وما عم ينفذوا القانون، مش مثل اللي خسر حدا بحبه. والأهم الليلة، أهم نقطة، إذا دولتنا والحكومة مخالفة القانون، إذا الحكومة ما احترمت القوانين، ما احترمت المشرعين، ما احترمت قرار مجلس النواب، كيف نحن بدنا نلتزم بالقانون؟ كيف اللبناني عم بيشوف حكومته عم تعمل هيك بده يحترم حاله؟ والأهم، هالجمعة ناطرين قرار مجلس شورى الدولة يلي على الأكيد رح يكون منصف والمفروض أنه يطبقوا القانون، مش مطلوب أكتر من هيك. كان في اعتراض أنه ما بيحق لهم يدعوا أو يعترضوا
واضحة جدا. قانون أصول المحاكمات المدنية بيعطي حق الادعاء والدفاع لأي شخص لبناني أو أجنبي. والطعن قدموه زينة قاسم أمه لطلال الله يرحمه، وجميلة عطلة أخت الإعلامية ليليان عطلة، والطعن مستوفي للشروط. فوقفوا ألعيب، وقفوا هودي الحركات كرمال تحموا أموال ومصالح الناس. ونحن ببرنامج انت حر إلى جانب الجمعيات ناطرين القرار هالجمعة لنعرف كيف بدنا نتحرك، حتى ولو ما شفنا، وأنا بتأسف أقول ولا نايب قام لقيامة لما صار في سلطة تانية بدها تشرع محله لمجلس النواب وتشرع عنون. وما بقى رح نسمح بهذا البلد إنه تنطبق عليها جملة زينة قاسم اللي قالتها آخر شيء: إذا حظك حلو بتعيش، وإذا حظك بشع بتموت. بريك ومتابع انتحر. لأنهم مثليون أقفل الملهى في بلد الشواز. الكوكايين والمقامرة في الدكواني على عينك يا تاجر. لاس فيغاس هذا شارع مش شارع نافع. من الجامعة الأمريكية إلى المستشفى الحكومي، معركة علي صفا الاستشفائية انتهت، لكن المعركة القضائية طويلة. صرخة الشباب اللبناني، نسدد أقساط جامعاتنا بدولارين في الساعة.